بسم الله الرحمن الرحيم. رح نبلش إن شاء الله تعالى في الدومين والرينج، كيف أحسبهم للإقترانات اللي حكيناها تبع عن المحاضرات الماضية. أول شغلة أو أول إقتران رح ندخل فيه اللي هو اللينير فانكشن، إقتران خطي اللي كلياتنا بنعرف صورته y تساوي ax زائد b، أعلى للأس للإكس فيها كم؟ واحد، اللي هو نفسه ألف سين زائد باء اللي كنتوا تحكوا فيه زمان. هلأ مين هو السلوب؟ مين هو ميل الخط المستقيم؟ هو معامل x اللي هو قيمته كم؟ a. كلنا بنعرف إذا كان السلوب موجب، يعني الميل موجب، رسمة الاقتران الخطي لوين رح يكون؟ متزايد للأعلى. وإذا كان السلوب سالب رح تكون رسمته لوين؟ متناقص للأسفل. إذا بتعتمد على قيمة مين؟ ميل الخط المستقيم. رسمته خط مستقيم، كلكم بتعرف ترسموا خط مستقيم، بتحط أي نقطتين بدك ياهم وبتروح مباشرة إيش بتعمل؟ بتطلع صورهم، بتوصل خط مستقيم بيناتهم. هلأ لو أسألك إيش الدومين وإيش الرينج لهذا الخط المستقيم، طلع الدومين أي قيمة لإكس بإمكاني أعوضها جوا هذا الإقتران ويطلع لإله كم صورة. ممكن أعوض صفر، ممكن أعوض السالب، الموجب، الراشونال، الراشونال، كل القيم اللي بتخطر عبالك بإمكانك تعوضها، اللي هي كل الإكس أكسس. إذا إيش الدومين في هاي الحالة لإله؟ الريال نمبر اللي هو نفسه حكينا عنه في المحاضرات السابقة. إذا الدومين لهذا الإقتران هو R. طب إيش الرينج؟ إيش الصور؟ برضو الصور كل الواي أكسس شغالة، يعني راح تكون R. إذا بالنسبة لللينير فانكشن دائما الدومين والرينج لإله ريال نمبر، إلا إذا أعطيتك ريستريكت الدومين، يعني حكيت لك y تساوي 3 x ناقص 1 حيث أن x تنتمي للفترة 1 و 3. يعني حددت لك أنا هون الدومين فقط أنا مين 1 و 3، هذا اسمه ريستريكت الدومين. أما بشكل عام مين الدومين لإله لللينير فانكشن هو R. شو الرينج لإله؟ برضو R. هلا الكيوبيك فانكشن اللي هو اكس تكعيب وسالب اكس تكعيب، انا بس بدي اراجعك في الرسمات اللي هو زي الكرسي، هاي رسمه اكس تكعيب وهي رسمه سالب اكس تكعيب في العكس. انتبه شو الدومين لها، برضو كل الريال نمبر بامكان يعوضها وتطلع لها صور، فالدومين ار والرينج برضو ار. اذا الاقتران الخطي والاقتران التكعيب اللي هو صورته اكس تكعيب دائما نفس بعض، دومينهم رينجهم بهاي الحاله كم؟ ار. هلا لو احكي لك روح لي على اكس قوه ان والان ماله ايفن، يعني مثلا اكس تربيع، اكس تربيع كلنا بنعرف رسمته بارابولا. هلا هو بولينوميال، يعني كل القيم اللي بدي اياها بامكاني اعوضها، في للصفر صوره، صوره الصفر صفر، طب صوره السالب 2 تحكي لي 4، طب صوره الاثنين 4، معناته لهم صور. لكن اطلع اذا كل الدومين اذا انا بدي اجي احسب لك اياه بحكي لك كل الريال نمبر بامكاني اعوضها ويكون لها صور. طب بس مين الرينج؟ مين الصورة أنا معي في هاي الحالة؟ طلع لي على الواي أكسس، إحنا حكينا الرينج اللي بيمثله الواي أكسس، من وين بلش يشتغل الواي أكسس؟ من وين؟ من الصفر. إذا من الرسمة عرفت إنه الرينج كم عندي قيمته؟ من صفر مغلقة أكيد للإنفينيتي. في الإقتران التربيعي دائما الصور من صفر لإنفينيتي بصورة إكس تربيع. طب سالب إكس تربيع، كيف رسمة سالب إكس تربيع؟ نفس رسمة إكس تربيع بارابولا، بس لوين اتجاهه؟ لتحت. معامل إكس تربيع لما يكون سالب الإكس تربيع بيكون دائما للأسفل، هذا رسمة مين؟ سالب إكس تربيع. شو رح يختلف مع الدومين؟ أكيد حكينا كل القيم بإمكاني أعوضها الريال نمبر. طب بالنسبة للرينج، طلع لي الواي أكسس من وين شغالة؟ من تحت ولهون بس، يعني إيش رح يكون؟ من سالب إنفينيتي لمين؟ للصفر مغلقة بصورة سالب إكس تربيع. نشوف السؤال اللي بعده اللي هو F of X تساوي X تربيع زائد 5، X تربيع زائد 5. هلأ هاد رسمته زي رسمة X تربيع صح؟ X تربيع رسمتها اتفقنا هيك، بس أنا عامل زائد 5، يعني شو بحكي لك؟ اطلع للأعلى لأنها زائد 5، كم وحدة؟ 5 وحدات، 1 2 3 4 5، هاي 5 وحدات، وارسم لي مين؟ إكس تربيع، واضح؟ إذا هاي رسمة إكس تربيع زائد 5 من وين شغالة؟ من الخمسة، فهذا هو راح يكون عندي هاي رسمته. طب إيش الدومين؟ الدومين اتفقنا ريال نمبر لأنه بولينوميال، الدومين لإله ريال
number. طيب ايش بالنسبة للرينج لهذا السؤال؟ ايش الرينج؟ من وين الواي اكسس كان شغال؟ من هون صح؟ من وين؟ من 5 للانفينيتي. اذا الرينج رح يكون عندي من 5 لانفينيتي. بشكل عام لما احكي لك اكس تربيع زائد اي بغض النظر عن اي دائما الرينج من اي لانفينيتي. تمام؟ هاي رسمة اكس تربيع زائد 5 لانه عملنا لها ازاحة 5 وحدات. دائما اكس تربيع زائد عدد تطلع للاعلى 5 وحدات، اكس تربيع ناقص عدد تنزل لتحت بقيمة العدد اللي موجودة معي. هلا سالب اكس تربيع زائد 3، اشارة الاكس تربيع مالها سالب، يعني رح يكون كونكيف داون، يعني لتحت شكله. تمام؟ هي سالب اكس تربيع هيك شكلها. طب زائد 3 بدي اطلع كم وحدة للاعلى لانها زائد 3 وحدات. يا ريت تقرا معي من هون، احنا بنقرا انجليزي. تمام؟ سالب اكس تربيع زائد 3، سالب اكس تربيع زائد 3، هيك انا بقرا. سالب اكس تربيع لتحت وثلاث وحدات للاعلى، 1 2 3 هون هيك. فهي رسمه مين؟ سالب اكس تربيع زائد 3. مين الدومين؟ الدومين هو ار. كل القيم بامكاني اعوضها في هاي الاقتران ويطلع له صور. طب بس مين الصور؟ روح لي على الواي اكسس، من وين اشتغل؟ من هون لهون. يعني الرينج راح يكون معي من سالب انفينيتي لمين؟ للثلاثة. تمام شباب، هاد بالنسبة لهاد السؤال. نشوف السؤال اللي بعده. اكس زائد 2 الكل تربيع، اكس زائد 2. هلأ اطلع جوا التربيع انا متحركة كم وحدة؟ وحدتين. زائد 2 اما بتاخد للصفر، يعني اما بتحكي لي اكس زائد 2 تساوي صفر ومنها اكس تساوي سالب 2، او بما معناه اكس زائد 2 امشي للشمال بكم وحده؟ بمقدار وحدتين. هاي 1 هاي 2، هون صارت عندي سالب 2 ومفتوح لوين؟ للاعلى. تمام؟ اذا هاي رسمه الاقتران التربيعي. الدومين لإله اكيد ريال نمبر، والرينج لإله رح يكون عندي الطلاع. الرينج مش رح تحكي لي زي بعض الطلاب من سالب 2 لانفينيتي، لا. وين الصورة؟ شو صورة السالب 2؟ سالب 2 صورتها صفر، فمن وين بلش يشتغل معي؟ من هون، من صفر لانفينيتي. هاد بالنسبة لمين؟ للرينج. هلأ اكس ناقص 2 الكل تربيع، يعني امشي لليمين بمقدار كم وحدة؟ مقدار وحدتين، هاي 1 2. او زي ما حكيت لك اكس ناقص 2 تساوي صفر ومنها اكس شو تساوي؟ 2. ارسم مفتوح لوين؟ للاعلى. ارسم الرسم اللي معنا، فشو رح يطلع؟ نفس الشيء، من وين الاثنين رح تطلع صورتها؟ من هون صورتها صفر واطلع. فرح يكون الدومين ار والرينج من وين؟ من صفر لانفينيتي. شوف السؤال اللي بعده. اكس ناقص 2 الكل تربيع زائد 3، نفس رسمة اكس ناقص 2 بس عندي زائد 3. وهلا اكس ناقص 2 اتفقنا من الاثنين وارسمها هيك، بس اب كم وحده؟ 3 وحدات، يعني بدك تمشي 1 2 3. فبترسم هيك وبتقاطع معهم، من وين؟ من الثلاث. ومن وين بلشت الصور تطلع معي؟ من هون. فرح يكون في هذه الحاله الدومين ار والرينج من 3 لانفينيتي. تمام؟ هلا افرض طالب بيحكي لي طب انا مش عارف ارسم هيك، او ما بعرف اعمل شيفت هون، يعني لا، بما انه كان في عندي اكس ناقص 2 مشيت لليمين بمقدار وحدتين، بعدين كل الاقتران هذا جمعنا له 3 مشيت 3 وحدات للاعلى، ما بعرف هذا الحكي. بحكي له افرد الاقتران، فكه، بيطلع عندك صيغه اقتران تربيعي. الاقتران التربيعي اللي بيطلع معك ارسمه، يعني طلع راس القطع المكافئ وارسمه بالصوره اللي بتشوفه مناسبه، بيطلع معك الجواب مباشره. هون في عندي قاعدة